صفر 15/11/2012 ابطال عملية تحرير ناحية الدبسي دبسي عفنان من أيدي عصابة الأسد. هؤلاء الأبطال الآن الله أكبر وهي الدمرة يدوية هؤلاء المجاهدون الأبطال. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 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 والله العظيم لا ينطق الله أكبر. اللهم ثبتهم. عملية اقتحام وتحرير نحن دبسي عفنان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. 15/11/2012 أبطال كتيبة أبو دجانة ومعهم أبطال الجيش الحر من بقية الكتائب يقومون بعملية بطولية كعادتهم. أبطال مجاهدون قد أحبوا وطنهم قد الله أكبر. الله أكبر. ما أجملها هذه اللحظات. حينما نرى هذا المشهد الجميل أبطال الجيش الحر يقوم تحرير هذه الله أكبر